مواصلة للجهود الرامية إلى زرع ثقافة مرورية أساسها احترام قانون المرور، نظمت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الأغواط حملة تحسيسية وجهت بالأساس لسواق مركبات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين وكذا سواق الدراجات النارية بهدف التقليل من حوادث المرور خاصة منها المميتة، أين تم إعطاء نصائح وإرشادات وتوزيع مطويات تؤكد على ضرورة اتخاذ مجمل التدابير الوقائية لسواق هذه الفئات، منها تفادي السياقة في حالة التعب، احترام السرعات القانونية وارتداء الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات النارية، مع الدعوة للتحلي بالوعي للسواق لأن السلامة المرورية هي مسؤولية فردية وجماعية.